الوليدات المخير هنايا عنده 5 4 5 تاع الوليدات اييه اش كتصرف عليهم دابا المصروف المصروف اش غنصرفوا راه حنا بركين كتقطعوا ها انت دابا ها هي الاسعار طالعه ما طيشتش شحال دايره بطاطا شحال دايره ها اللحم شحال داير الدجاج شحال داير دابا ولا الدجاج اكثر من اللحم ها اذا فين غنمشي نسعى ونقريسي ونديروا شي حوايج خارج القانون لا يمكن ما يقبلهاش القانون نديروها حنا المواطنين الملك ديالهم كياكلوا عليه التراب الله الوطن الملك لا غير وشنو الطلب ديالكم دابا من الحكومه؟ كنطلبوا القانون كنطلبوا الحقوق ديالنا من الشركات ومن المسؤولين ديال الدوله من الحكومه تحاول ترطب القلب ديالها على هاد المواطنين وبديك الحكومه كاين وبديك الحكومه كون ما حنا ما غتكونش الحكومه يا اخي شي الحكومه كون ما حنا ما غتكونش حنا اللي مشاو الناس الناس للشعب صوت ووقف وقولوه هما قاولهم قاول الشعب بان غادي يدير لهم غايدير لهم غايدير لهم قال لك ها هما دابا قال لك غنربيهم هو حشومه دابا واحد السؤال دابا بعد ما دوزت واحد المعاناه في شهر رمضان في هذه الزياده ديال الاسعار واش مستطاع تعيد العيد الكبير؟ اخويا العيد دابا العيد شحال داير؟ هو انا الدجاجه ما قادرش نشريها دابا. والله يا اخي ما شريتها والله والله ثم والله ما قدرت نشري الدجاج. هذا عاد الدجاج. 560 وشحال عندي انا شحال عندي كاع في هذا الصالير؟ 40000 5 الدراري. المد بدا كل شيء. يلا. 5 الدراري يا خويا 5 الدراري اش غدير لي 40000؟ وشنو هي رسالتك؟ الرساله ديالي كنطالب انا من الحكومه دير الحل لهذا الشيء راه هادشي راه ما كيبشرش بالخير هادشي راه هما راه عرفتي اش كيديروا راه كيمشيو في واحد الطريق بواحد الاتجاه المعاكس اللي خصهم يدمروا هاد البلاد وهاد البلاد ان شاء الله باذن الله عمرها ما تدمر.